وافق مجلس الشورى خلال الجلسة الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المرافق للمرسوم رقم 22 لسنة 2018 وذلك وفق توصية من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع القانون فيما أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة ذاتها. كما أوصى المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المرافق للمرسوم رقم 23 لسنة 2018.